أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الإعراب هو الذي يكون في آخر الكلمة. الإعراب الحركة التي تكون على آخر الكلمة يقال له إعراب، يقال له إعراب، يعني آخره ضم، آخره فتح، آخره كسر، آخره جزم، يعني سكون، فهذا يسمى الإعراب. هذا يسمى الإعراب. قال: تغيير أواخر الكلم، وهذا الإعراب يتغير حسب الجملة. قال محمد، الإعراب ضمتان، رأيت محمدا تغير بحسب ما سبقها، مررت بمحمد، والأسماء ما فيها اللي هو الجزم، هذا في الأفعال. طيب، الأسماء لا يكون فيها إلا الرفع والنصب والخفض، أما الأفعال ما فيها كسر. الأفعال قلنا قبل قليل الأسماء تعرف بالكسر، الأفعال ما فيها كسر، الأفعال رفع ونصب وجزم. فإذا الإعراب هو تغيير آخر الكلم، إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا. فإن كان اسما فإنه بالضم والفتح والكسر، وإن كان فعلا بالضم والفتح والجزم. نعم.